من بروكسل ينضم إلينا مراسل الغد سلام عطلة. أهلا بك سلام. طبيعة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة مخاطر تفشي فيروس كورونا؟ الاتحاد الأوروبي وصف الوضع بالمعقد، خصوصا بعد الارتفاع المتزايد لعدد المصابين في إيطاليا. حتى اللحظة وصل العدد إلى 219، من بينهم 5 حالات وفاة وحالة شفاء واحدة. وهذا الذي دعا لجنة الطوارئ الصحية الأوروبية للاجتماع والإقرار أو تقرير أن إرسال وفد من الخبراء غدا إلى روما لمساعدة البلاد. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي فتح حسابات مالية لهذا الغرض، وضع في الحساب الأول 230 مليون يورو لمساعدة الدول الأوروبية الأقل تجهيزا من ناحية الأنظمة الصحية، وكذلك وضع حساب آخر فيه 100 مليون يورو لتشجيع القطاعين العام والخاص تحديث المعلومات والوصول إلى اللقاحات لهذا الفيروس. الوضع بالنسبة للأوروبيين معقد، خصوصا وأن التهديد متساوي بالنسبة للدول الأوروبية في هذا الفضاء المفتوح الذي يتنقل فيه المسافرون. ومع ذلك قالت المفوضية الأوروبية بألا داعي للاستسلام للذعر الذي بدأ يسود بين أوساط واسعة في أوروبا، خصوصا بعد وصول شائعات بأن فرنسا تريد إغلاق الحدود بينها وبين إيطاليا، وهذا ما نفته المفوضية الأوروبية. ولكن قد تأثرت حركة القطارات ما بين النمسا وإيطاليا، وهناك مطالبات أيضا من جهات بأن يحجز المسافرين أو القادمين من الدول الموبوءة، خصوصا من الصين وهونغ كونغ ومكاو، لمدة 15 يوم قبل إدخالهم للبلاد. هذا الإجراء لم يحدث، ولكن قالت المفوضية الأوروبية بأن موظفي الاتحاد الذين يعملون في هذه المناطق وبعد عودتهم إلى دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعملوا من داخل بيوتهم لمدة 14 يوم كي يتم التأكد من إذا كانوا سيح من أنهم يحملون هذا الفيروس أم لا. الوضع معقد أيضا لأن الظروف الجغرافية وشبكة المواصلات ومئات الملايين من القادمين إلى القارة الأوروبية في الدول 27 للاتحاد يعقد من الإجراءات، وإن كانت هناك مستويات مختلفة في طريقة التعامل مع القادمين إلى دول الاتحاد من المناطق الموبوءة ومن غيرها على صعيد الفحص والمتابعة نعم. والرقابة والحجر. سلام عطلة مراسلنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.